مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثاني عشر متقدم، معا نتابع دروسنا بإذن الله تعالى. درسنا اليوم الهدف منه بإذن الله هو أن نحدد نوع القيمة القصوى المحلية، ولكن باختبار المشتقة الثانية. يبقى هدفنا اليوم كيف نعرف نوع القيمة القصوى المحلية، هل هي عظمى محلية أم صغرى محلية، ولكن عن طريق اختبار المشتقة الثانية. إزاي؟ تعال نشوف مع بعض في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. طيب، زي ما احنا شايفين أمامنا الآن هيظهر دالة، هذه الدالة F of X زي ما انت شايف عند قيمة X تساوي A، لما الـ X بتساوي A بيقول لي هنا ان F دبل داش A بتساوي صفر. ابتداء ماذا أفهم من هذا الكلام؟ لاحظ أن عند A، A موجودة في مجال الدالة، لأن الدالة عندما مرت عندما X تساوي A موجودة، فالA موجودة في مجال الدالة، والمشتقة الثانية عندها بصفر، والتقعر على يسار الA لأسفل، والتقعر على يمين الA لأعلى، وهذه كلها شروط تعني أن عند A توجد نقطة انعطاف. في الفترة من سالب ما لا نهاية إلى A الفترة المفتوحة، المنحنى كما نرى مقعرا لأسفل، وزي ما احنا عارفين أن المنحنى المقعر لأسفل 100% مشتقته الثانية سالبة. إذن عند أي نقطة لهذا المنحنى المقعر لأسفل لابد أن تكون المشتقة الثانية سالبة أصغر من الصفر. نلاحظ أيضا أن في هذا التقاعر لأسفل عندي هنا بالنسبة للدالة قيمة عظمى محلية، نفترض أنها عند السي، يعني السي دي اللي هي قيمة الإكس قيمة حرجة. لماذا؟ لأن المشتقة الأولى عند السي بتساوي صفر، يعني كأنه عاوز يقول لك إذا كان في قيمة حرجة خلال منحنى مقعر لأسفل، فمعنى ذلك إن أنا لما أعوض بالسي في المشتقة الثانية أكيد هتطلع سالبة، وطبعا سي قيمة حرجة. هذا معناه إن لما يكون عندي منحنى مقعر لأسفل بتكون المشتقة الثانية سالبة، وبالتالي المشتقة الثانية عند القيمة الحرجة سي سالبة، والقيمة الحرجة كما نعلم قد يكون عندها عظمى محلية أو صغرى محلية. طب أنت اللي شايفه أمامك إن القيمة دي عظمى أم صغرى؟ عظمى محلية. هذا معناه إن أنا لو جبت القيمة الحرجة من غير ما أكون بقى شايف الدالة مش مرسومة أمامي، جبت القيمة الحرجة للدالة وعوضت بيها في المشتقة الثانية طلع الجواب سالب، هذا معناه إن 100% هذه القيمة الحرجة عندها قيمة عظمى محلية. عشان كده F of C تسمى قيمة عظمى محلية. يبقى باختصار، إذا أنا جبت القيمة الحرجة C للدالة F of X وبعدين رحت جبت المشتقة الثانية وعوضت فيها بالقيمة الحرجة اللي عندها المشتقة الأولى بصفر أو غير موجودة، وطلعت المشتقة الثانية عند القيمة الحرجة سالبة، أكون متأكدا 100% إن عند هذه القيمة الحرجة توجد قيمة عظمى محلية. تعال نروح الجهة الأخرى، هنا في الفترة المفتوحة من A إلى ما لا نهاية المنحنى مقعر لأعلى، والمنحنى المقعر لأعلى كما نعلم مشتقته الثانية موجبة، إذن عند أي نقطة من نقاط المنحنى في هذه الفترة تكون المشتقة الثانية موجبة، وهنا زي ما احنا شايفين في قيمة صغرى محلية عند الدي، الدي دي نقطة حرجة، قيمة حرجة، قيمة حرجة للدالة. لماذا؟ لأن المماس هنا أفقي، يعني المشتقة الأولى عند الدي بتساوي صفر،
طيب والمنحنى مقعر لأعلى يعني 100% المشتقة الثانية عند الدي مالها؟ موجبة. أفهم من ذلك إن أنا لو عندي قيمة حرجة للدالة وعوضت بالقيمة الحرجة دي في المشتقة الثانية فطلع الجواب موجب يعني أكبر من الصفر، هذا يعني أن هذه القيمة الحرجة عندها قيمة صغرى محلية، وبالتالي أستطيع من خلال المشتقة الثانية والتي تسمى اختبار المشتقة الثانية لمعرفة القيم القصوى المحلية هل هي عظمى أم صغرى، أستطيع المعرفة عن طريق المشتقة الثانية. فبيعيد ويؤكد الكلام، بيقول لك بفرض أن F دبل داش معرفة على فترة مفتوحة تحتوي على قيمة حرجة اسمها C عندها المشتقة الأولى بصفر أو غير موجودة، وهنا قال وباستثناء إن تكون المشتقة الثانية عند السي غير معرفة. المشتقة معرفة في الفترة الكاملة لكن ممكن تكون غير معرفة عند السي. حلو. المهم اللي يهمني أكثر، إذا أخذت القيمة الحرجة اللي هي السي عوضت بها في المشتقة الثانية فطلع الجواب أكبر من الصفر أي موجبا، هذا يعني إن أنا لو عوضت بالسي في الدالة نحصل على قيمة صغرى محلية. ببساطة عندي قيمة حرجة سي عوضت بها في المشتقة الثانية فطلع الجواب موجب، يبقى إذن السي قيمة حرجة عندها قيمة صغرى محلية. نفس الشيء لو خدت السي عوضت بها في المشتقة الثانية فطلع الجواب سالب، يبقى معنى ذلك ان F of C قيمة عظمى محلية. طيب الكلام ده لو موجب صغرى محلية، سالب عظمى محلية. طب افترض عوضنا عن السي اللي هي القيمة الحرجة في المشتقة الثانية وطلع الجواب صفر، في الحالة دي لا نستطيع ان نعرف هل الصفر عنده عظمى محلية او صغرى محلية، وبالتالي نرجع إلى اختبار المشتقة الأولى يعني اختبار التزايد والتناقص عند قبل وبعد القيمة الحرجة السي اللي مش قادرين نحدد هي عظمى أم صغرى. لعلنا فهمنا إلى حد ما، تعال بالأمثلة نؤكد هذا الفهم بإذن الله تعالى. مثال 4، كيف نوجد القيم القصوى باختبار المحلية باختبار المشتقة الثانية؟ السؤال أمامنا، بيقول لي خلي بالك السؤال يتكون من شقين، أوجد القيم القصوى المحلية ده موضوعنا اليوم، كيف نوجد القيم القصوى المحلية لدالة ليست مرسومة مستخدمين ما يسمى اختبار المشتقة الثانية. طيب ماذا نفعل عشان نوجد القيم القصوى المحلية باختبار المشتقة الثانية؟ أول شيء نجيب القيم الحرجة للدالة، والدالة دي كثيرة حدود، القيم الحرجة لها تكون عندما تساوي المشتقة الأولى بالصفر، عشان كده هنجيب المشتقة الأولى. يبقى احنا الآن يا جماعة بنجيب القيم الحرجة اللي هي السي، يعني إكس تساوي سي اللي عندها المشتقة الأولى بصفر أو غير موجودة، هذه هي القيم الحرجة. لكن احنا عندنا هنا لان الدالة كثيرة حدود فما عندناش الا قيم حرجة عندها المشتقة الاولى بتساوي صفر. سوينا المشتقة الاولى بالصفر، نبسط المعادلة قدر الامكان بالقسمة على 2، قسمنا على 2، نحلل، هذا تحليل مقدار ثلاثي غير بسيط، حللنا والتحليلنا صحيح لاننا لو ضربت الطرفين موجب 10x، لو ضربت الوسطين سالب 3x، موجب 10x ناقص 3x يعطينا موجب 7x، تحليلنا صحيح. اخذ القوس الاول اسويه بالصفر يطلع x تساوي نص، اخذ هذا القوس 3x زائد 5 نساويه بالصفر يطلع معي x تساوي سالب 5/3. يبقى اذن عندي قيمتين، كلا هاتين القيمتين قيمة حرجة، والقيم الحرجة إما أن يكون عندها قيمة عظمى محلية أو صغرى محلية أو لا عظمى محلية ولا صغرى محلية. طب إحنا عاوزين نحدد الآن
اكس تساوي نص، يا ترى عندها عظمى محليه ام صغرى محليه؟ لكن مش باختبار المشتقه الاولى، ليس بالتزايد والتناقص، عاوزين باختبار المشتقه الثانيه اللي هو درسناه اليوم، واللي ممكن يجبرك عليه في السؤال، يقول لك اوجد القيم القصوى المحليه باختبار المشتقه الثانيه. فماذا نفعل الان؟ نجيب المشتقه الثانيه. يبقى تحديد نوع القيمه القصوى، هل هي عظمى ام صغرى؟ باختبار المشتقه الثانية. فراح جاب المشتقة الثانية، اشتقينا المشتقة الأولى فحصلنا على المشتقة الثانية. ناخد القيمة الحرجة اللي هي السي، نعوض بيها في المشتقة الثانية، طلع الجواب ايش أمامك؟ 26. موجب عندما تكون المشتقة الثانية عند القيمة الحرجة موجبة، هذا معناه أن منحنى الدالة مقعر عند نص. مقعر لفين يا جماعة؟ مقعر لأعلى، يعني والمنحنى المقعر لأعلى لو عنده قيمة حرجة لابد تكون صغرى محلية، لكن عموما احنا قلنا باختصار إذا كانت المشتقة الثانية عند القيمة الحرجة موجبة، يبقى هذه القيمة الحرجة يوجد عندها قيمة صغرى محلية. طب ما هي هذه القيمة الصغرى المحلية؟ أعوض بالنص في الدالة الأصلية أحصل على القيمة الصغرى المحلية. الآن ننتقل إلى سالب 5 على 3، نعوض في المشتقة الثانية، طلع الجواب سالب، يبقى إذن عند إكس تساوي سالب 5 على 3 توجد قيمة عظمى محلية، لأن التقعر هنا لأسفل، والتقعر لأسفل إذا في نقطة حرجة لابد تكون عظمى محلية، ونجيب القيمة بالتعويض في الدالة الأصلية. لم ننتهي من السؤال، إذ أننا لم نوجد حتى الآن نقاط الانعطاف. نقاط الانعطاف كما نعلم هي نقاط موجودة في مجال الدالة، عندها المشتقة الثانية بصفر أو غير موجودة، التقعر قبلها غير بعدها، عكس بعدها. كيف نوجد نقاط الانعطاف؟ أول شيء نجيب المشتقة الثانية، جبنا المشتقة الثانية نسويها بالصفر، سويناها بالصفر، نحل المعادلة، بسطنا المعادلة، لأن ال 14 الجهة الأخرى، نقسم على 24 ونختصر، يطلع سالب 7 على 12. إكس تساوي سالب 7 على 12، هذه القيمة قيمة موجودة في مجال الدالة، لأن مجال الدالة R، وعندها المشتقة الثانية بصفر، يبقى لها شرط حتى نتأكد 100% أن عندها نقطة انعطاف، أن يكون التقعر على يسار سالب 7 على 12 عكس التقعر على يمين سالب 7 على 12، فندرس التقعر، والتقعر يعرف بإشارة المشتقة الثانية، عشان كده بناخد عدد من الفترة اللي على اليسار وليكن سالب 1، طلعت المشتقة الثانية سالبة، يبقى التقعر في هذه الفترة لأسفل. ناخد قيمة في الفترة الثانية وليكن صفر، ونعوض في المشتقة الثانية تطلع موجبة، إذن التقعر لأعلى، إذن فعلا سالب 7 على 12 قيمة للإكس يتحقق فيها جميع شروط وجود نقطة انعطاف. نقول له إذن عندما إكس تساوي سالب 7 على 12 يوجد نقطة انعطاف، وهي الإكس بسالب 7 على 12، وروح أعوض في الدالة عشان أطلع الواي في الدالة الأصلية. انتهى هذا السؤال. تعال نروح للفقرة B، ركز عشان هتحصل مشكلة شوية في هذا السؤال. نفس الكلام، أوجد القيم القصوى المحلية ونقاط الانعطاف. كيف نوجد القيم القصوى المحلية باختبار المشتقة الثانية؟ أول شيء نجيب القيم الحرجة للدالة، والدالة دي كثيرة حدود، إذا لها قيم حرجة تكون عندما تكون المشتقة الأولى بصفر، عشان كده بقول لك نوجد أصفار المشتقة الأولى، يعني نجيب المشتقة الأولى نسويها بالصفر، نبسط المعادلة بالقسمة على 10، نحلل بأخذ إكس تكعيب عامل مشترك، يطلع عندنا جوابين، إما أن إكس تكعيب تساوي صفر، ودي بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين يطلع معنا إكس تساوي صفر، أو أن هذا القوس يساوي صفر يطلع معنا إكس تساوي 2. كلا هاتين القيمتين قيمة حرجة، ليه؟ موجودة في مجال الدالة وعندها المشتقة الأولى بتساوي صفر. هذه القيم الحرجة
قد يكون عندها عظمى محلية أو صغرى محلية. كيف نعرف باختبار المشتقة الثانية؟ نجيب المشتقة الثانية. جبنا المشتقة الثانية، نعوض بالاثنين اللي عاوزين نعرف عندها عظمى أم صغرى. في المشتقة الثانية طلع الجواب موجب أكبر من الصفر، يبقى الاثنين عنده قيمة صغرى محلية. طب هي مين القيمة الصغرى؟ F of 2. هنا هتحدث مشكلة. لما نروح نعوض بالصفر في المشتقة الثانية الجواب صفر، يعني لا موجب ولا سالب. إذا مش قادرين نحدد هل الصفر عنده عظمى أم صغرى محلية، فماذا نفعل؟ يفشل اختبار المشتقة الثانية، ونضطر إلى العودة إلى اختبار المشتقة الأولى، يعني بدراسة التزايد والتناقص على يمين ويسار الصفر. يلا نروح لاختبار المشتقة الأولى عشان نحدد هل القيمة صفر عندها عظمى أم صغرى. عشان كده بيقول لك وبنأكد الكلام، وجدنا أن F دبل داش صفر بتساوي صفر، وهذا معنى أن احنا مش لا نستطيع أن نعرف نوع القيمة القصوى عند X تساوي صفر. فنعود إلى اختبار المشتقة الأولى، يعني نروح نجيب المشتقة الأولى ونسويها بالصفر ونطلع قيم X لسه مطلعينها اللي هم صفر واثنين. نضع هذه القيم الحرجة على خط الأعداد فينقسم إلى فترات ندرس فيها التزايد والتناقص عن طريق إشارة المشتقة الأولى في كل فترة. ناخد قيمة اختيارية من هذه الفترة وليكن سالب واحد، ونعوض في المشتقة الأولى اللي مكتوبة أمامك، يطلع الجواب موجب 30. موجب يبقى الدالة هنا متزايدة. ناخد عدد من هنا ونعوض في الفترة وليكن واحد، يطلع سالب، الدالة هنا متناقصة لأن المشتقة الأولى سالبة. هنا هتطلع المشتقة الأولى مرة أخرى موجبة، يعني الدالة هنا متزايدة زي ما أنت شايف، متزايدة متناقصة متزايدة. طيب الاثنين احنا جبناها قبل كده وعرفنا ان عندها قيمة صغرى، وبالفعل اكدت المشتقة الاولى ان عندها قيمة صغرى محلية، لكن احنا اللي يهمنا الصفر الان. الصفر قبله تزايد وبعده تناقص، وهو قيمة حرجة عند المشتقة الاولى تساوي صفر. اذا عند اكس تساوي صفر توجد قيمة عظمى محلية وهي اف اوف صفر بخمسين. يبقى كده تعلمنا أنه يمكن باختبار المشتقة الثانية تحديد نوع القيمة القصوى. أبنائي الأحبة، هنروح الآن نوجد نقاط الانعطاف. خلاص كده جبنا القيم القصوى، لكن لسه في شق في السؤال، إيجاد نقاط الانعطاف. إزاي نجيب المشتقة الثانية؟ نسويها بالصفر عشان نطلع قيم إكس اللي عندها المشتقة الثانية تساوي صفر. بسطنا المعادلة بالقسمة على 20، ناخد x سكوير عامل مشترك، يطلع من هنا x تساوي صفر، ومن القوس x تساوي 3 على 2 يعني 1.5. نضع هذه القيم على خط الأعداد وندرس التقعر. نقاط الانعطاف بنعرفها، أحد شروطها أن يكون التقعر قبلها غير بعدها، يعني الصفر اللي بيتحقق فيه شرطين من شروط نقطة الانعطاف، نقطة موجودة في مجال الدالة، الصفر في مجال الدالة R، الصفر عنده المشتقة الثانية تساوي الصفر، يبقى التقعر قبله وبعده. بدأ يحسب التقعر عن طريق إشارة المشتقة الثانية سالبة، تقعر لأسفل. نحسب من هنا عند الواحد سالبة مرة أخرى، يبقى برضو تقعر لأسفل. هنا هتطلع موجبة، تقعر لأعلى. طيب إذا الصفر التقعر قبله نفس بعده، يبقى صفر لا يوجد عنده نقطة انعطاف لعدم تحقق أحد شروط نقطة الانعطاف. أما 1.5 لا، يتحقق فيه جميع شروط نقطة الانعطاف. إذا عند 1.5 توجد نقطة انعطاف وهي 1.5، ونحسب هذه القيمة بالتعويض عن 1.5 في الدالة الأصلية. وبكده يبقى تقريبا انتهينا من درس اليوم. عاوز تتأكد من فهمك هتروح تحل السؤال 36 في صفحة 180 من مصدر التعلم الرئيسي، كذلك عندك السؤال 37 بإذن الله تعالى. موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر ينادي نحكيه اللي يحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا.